جزاكم الله خيرا. تقول: أنا طالبة في الجامعة، ونظام الكلية لا يسمح بأن أسدل النقاب على وجهي، واضطر إلى الكشف عن وجهي أمام الدكتور المحاضر وأمام عدد من الطلبة الشباب، وأنا كارهة لذلك، وأنا ضعيفة النظر، هل أنا آثمة؟ نعم، إذا لم تمكن الدراسة إلا بمنكرات ومحرمات فلا خير فيها، ولا يجوز لك أن تذهبي إليها. إذا كان يترتب عليها كشف الحجاب، ترتب عليها الاختلاط بالشباب والرجال ومقابلة المدرس وأنت كاشفة، فإن هذه محرمة، لا يجوز لك أن تذهبي للدراسة وفيها هذه المحرمة. إنما تجوز الدراسة أو تشرع للبنت إذا خلت من المحاذير الشرعية وكانت خيرا محضا. أما إذا كانت مشتملة على شرور وعلى محرمات وعلى سفور وعلى اختلاط وعلى وسائل فتنة، فلا خير في هذه الدراسة ولا في حضورها. ودين المرأة وسمتها وعفتها أعظم من هذه الدراسة التي تفوت عليها هذه الأمور. نعم.